تصرون لعب إيبيك مضمون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم إخواني الكرام في مقطع جديد خاص بتغرات اليوم. إن شاء الله كما ترون من اللفة الثانية سوف نحصل على لاعب إيبيك مضمون إن شاء الله. حاولوا تطبيق هذه الخطوات معا وسوف تحصلون إن شاء الله على لاعب إيبيك. هذه التغرات سوف تزيد حظوظكم بنسبة كبيرة. إن لم تحصلوا على لاعب إيبيك هذا اليوم جربوها غدا وإن شاء الله سوف تحصلون على لايب إيبيك. هذه التغرة كما قلت ذو حظوظ أسطورية إخواني الكرام. أول خطوة الدخول عند غريليتش، نفسها عند كوكي، ثم كذلك عند كوريا، بعدها سوف ننتقل مرتين عند ديدا دون الإطلاع على إحصائيته، ثم نفشى عند كول، بعدها يا إخوان سوف ننتقل عند بيتيت مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم أربع مرات عند لويس فيجو، بعدها سوف ننتقل عند ديل بيرو مرتين والإطلاع على إحصائيته، ثم مباشرة يا إخوان سوف نقوم بالخروج واللف باللفة المجانية. وكما ترون لاعب إيبيك مضمون إن شاء الله. إن شاء الله ديل بيرو مضمون إن شاء الله. أريد الحصول على هذا اللاعب. بالتأكيد ديل بيرو يا إخوان. أنصحكم بتجربة هذه الثغرة.